وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويل. آثار للأعمال التاريخية. العلاقة التجارية بين الهند ودول الخليج علاقة قديمة جداً، لعلها تصل إلى القرن السادس عشر الميلادي، وهذا من خلال النصوص التاريخية القديمة التي تكلمت عن العلاقة التجارية بينهما، وأيضاً من خلال الوثائق. طبعاً هناك علاقة قديمة من أيام الفتوحات الإسلامية، لكنني أتكلم عن دول الخليج بتشكيلها الحالي، ومن خلال أيضاً الوثائق البريطانية أن الوجود التجاري الهندي في الخليج وجود قديم وكثير، حتى إنهم يتحدثون أنه كان في منتصف القرن السادس عشر كانت بندر عباس، وهو ميناء إيراني كما نعرف، يشكل التجار الهنود فيه ما يقدر بثلثي عدد السكان. وذكر نيبور الذي جاء إلى الخليج موثقاً وزائراً في حدود سنة 1765 أن عدد التجار الهنود الموجودين في مسقط والذين يسمون بالبانيان عددهم 1200، وفي مطلع أو منتصف القرن التاسع عشر كان عددهم بالآلاف، فقد كانوا يقدمون إلى عمان ويجدون ترحيباً واستضافة حسنة، ويمارسون تجارتهم وطقوسهم الدينية كاملة، وهم من الهندوس طبعاً دون اعتراض من المواطن العماني. ثم بدأوا ينتشرون في دول الخليج جميعها، فلا يكاد توجد دولة من دول الخليج في مطلع القرن العشرين إلا ولها وجود هندي. لكن الإشكالية أين بدأت؟ أن مع وجود الحالة والفقر الشديد لدى دول الخليج، ورغبة المواطن الخليجي في ذلك الوقت بأن يجد ملاءة مالية، يجد أن هؤلاء الهنود وهم أهل فن في التجارة جاءوا إلى دول الخليج وسيطروا على السوق. فقد قرأت وثيقة عثمانية عن خبر لم يحدث به التاريخ أن الشيخ جاسم آل ثاني رفع شكوى اعتراض إلى الدولة العثمانية بحكم أنه قائم مقام عثماني، يشتكي من وجود التجار الهنود، وهؤلاء محسوبون على الإمبراطورية البريطانية بطبيعة الحال، وأصر على أن يخرجوا من قطر لأنهم ضروا بالتاجر القطري. وبالفعل تم إخراجهم من قطر في ذلك الوقت، لكن اشترطت بريطانيا أن يدفع عقوبة أو غرامة مالية على هذا الأمر، وتم دفع ما يقدر ب8000 جرام. ما هي قصة الوجود الهندي التجاري في دول الخليج فيمن لم يحدث به التاريخ؟ عرفت الجالية الهندية وعلى وجه الخصوص التجار الهنود في مسقط منذ زمن البرتغاليين والعاربة، وحمل التجار الهندوس على وجه الخصوص لقب البانيان الذي عرفوا به في سائر منطقة المحيط الهندي. وقد تزايد نفوذ البانيان في زمن السلطان بن أحمد البوسعيدي، حتى إن أحد أفرادهم تسلم مسؤولية تحصيل ضرائب وجمارك مسقط في سنة 1800، وتلك الوظيفة التي استمرت بأيدي البانيان طوال القرن التاسع عشر كانوا يمارسون أثناءها نشاط المصارف، ويمولون بعض نشاطات الحكومة، فيدفعون الرواتب لبعض العاملين بها. البانيان أو التجار الهنود الهندوس موجودون في الخليج منذ قرون طويلة، لكن بدأوا يكثرون في الخليج منذ سنة 1885، وبدأوا يعملون بأعمال تجارية كبيرة في سواحل الخليج في وقت عزف فيه كثير من المواطنين الخليجيين عن هذه الأعمال التجارية التي يقوم بها الهنود. فعمل الهنود في تجارة المواد الغذائية، وعملوا في الصرافة، وعملوا في تجارة اللولو، وعملوا حتى في تجارة الاستيراد والتصدير، واستخدموا من بعض المحطات الخليجية ترانزيت لهم مثل البحرين، وبدأوا يكثرون في الكثير من دول الخليج، وخاصة في مسقط ودبي والبحرين أيضا.
وبدأوا يزاولون حتى مهنة القرض، كانوا يقرضون أصحابهم من التجار الهنود أو حتى من بعض المواطنين الخليجيين، وعظمت تجارتهم وكثرت أعدادهم وصارت لهم علاقات تجارية وشراكات ضخمة مع بعض الأسر الحاكمة ومع بعض كبار تجار الخليج، وهذا أثر سلبياً على بعض المواطنين الخليجيين ممن يعمل معهم في نفس القطاع. ولذلك شكى الشيخ أحمد الجابر رحمه الله كما في وثيقة بريطانية من كثرة هؤلاء الهنود في الكويت، وأمر بإخراجهم فأخرج كثير منهم، وانطلق كثير منهم إلى دبي واستقر بها، وكثير منهم كما ذكرنا في البحرين. الشيخ جاسم آل ثاني في قطر رفض وجودهم وكلم الحكومة البريطانية بضرورة إخراجهم فأخرجوا، لكن وجودهم بدأ يكثر ويتقوى في الخليج، ومنهم من صار مواطنا خليجيا، فبعض هؤلاء الهنود حصلوا على الجنسيات الخليجية في الإمارات وفي قطر والبحرين والكويت وعمان، أيضا صاروا تجارا خليجيين ومواطنين، ومنهم من تغير دينه وصار مسلما، لكنه بدأ نفوذهم يكبر ويقوى، وما زالوا إلى يومنا هذا ولهم العديد من الأعمال التجارية الضخمة، سواء من المسلمين الهنود أو من الهندوس الهنود، لكن لا شك أنهم في كل الأحوال يمثلون ثقلا اقتصاديا خليجيا كبيرا. استجاب حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح لمقترح الوكيل السياسي ديكسون في ثلاثينيات القرن الماضي حول ضرورة وأهمية وجود محل تجاري كبير في الكويت يبيع كل شيء استعدادا للمستقبل الباهر الذي كان ينتظر الكويت مع تدفق النفط من أرضها وتصديره وقدوم الجاليات الغربية للإقامة والعمل بها. ولما كان في العراق حينئذ محلان كبيران لبيع كل شيء، أحدهما في العشار والآخر في البصرة تحت اسم جاشن مال، فإن المعتمد البريطاني أقنع الشيخ أحمد الجابر بتقديم طلب لهذه الشركة للقدوم إلى الكويت وافتتاح محل بها ليبيع كل ما يمكن بيعه من الصحف والكتب والملابس والأحذية والحقائب والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها. تعتبر شركة جاشني مال هي امتداد لتواجد الهنود التجار في دول الخليج العربي، وبدأ وجودهم في الكويت في حدود سنة 1934 هنا في ساحة الصفات القريبة، كانت ساحة ترابية مناخ للإبل ولتجار البادية ومن يأتي بمنتوجات البادية، فكان وجودهم هنا مهما، ففتحوا لهم إن صح التعبير أول سوبر ماركت، وليس بمعنى السوبر ماركت المعنى المتبادر إلى أذهاننا محل بقالة كبير، وإنما فتحوا لهم مخزنا لبيع المواد الغذائية. وتعتبر هذه الشركة، شركة جاشني مال، هي أول شركة تبيع في الكويت الفواكه المعلبة والعصائر المعلبة، ثم بدأت انطلاقاتهم التجارية في الكويت في توسيع دائرة منتوجاتهم التجارية لتشمل جميع الملابس والإكسسوارات وغيرها من الأشياء، ثم انطلقوا بعد ذلك إلى السعودية والبحرين والإمارات، وقطر لهم فيها تجربة سابقة لكون الحكومة القطرية في ذلك الوقت كانت ترفض وجودهم. تنامت ثروة هذه الشركة التي تمثل تحديثاً للوجود التجاري الهندي السابق لتشكل ثروتهم ما يقدر ببليون ونصف دولار. بسم الله الرحمن الرحيم. رغبة في الوصول إلى مساحة جغرافية واسعة وتسهيلا على القراء، فقد قمت بإنشاء متجر إلكتروني لبيع كتبي القديمة والحديثة بنسخ إلكترونية فقط. يمكن الاشتراك في المتجر والدفع فيه بكل سهولة والحصول على نسخة إلكترونية.